السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هكلمكم في موضوع الفيديو ده كان نفسي أعمله من زمان، فكرته في دماغي وعنوانه في دماغي. عنوانه ده هو الكلمة اللي دايما بقولها لما بتجيلي عميلة أول مرة تكون هتجرب البروتين. عميلة جربت البروتين قبل كده وكانت جلسة فاشلة بالنسبة لها، أو جلسة كانت مدمرة ليها بالنسبة لها. لما تجيلي عميلة كل اللي حواليها بينصحوها ان اوعي، ان بلاش، ان هتندمي. الكلمة اللي بلاقي نفسي بقولها في الوقت ده، انا بشتغل في حاجة سمعتها وحشة. فعلا سمعة البروتين وحشة جدا، طبعا من كتر التجارب الخاطئة اللي الناس مرت بيها. مش شرط ابدا تكون المادة وحشة، يعني دايما تقول لي مثلا هو اكيد استخدم لي، مع اني عملت في سنتر كبير، بس اكيد استخدم لي مادة مش كويسة. مش شرط ابدا ان تكون المادة مش كويسة، هو التكنيك اللي شغال بيه الله اعلم، بيشد في الشعر، بيلسع بالمكوى، بيخبط بالمكوى، بيكوي على المادة وهي مش محتاجة. استخدم مادة في المكان الخطأ، يعني مش المادة المناسبة أو مش الأحماض المناسبة. بس هي حاجات بسيطة جدا، هو ممكن اللي شغال بيظبط الموضوع ده كله لو هو عنده دراية بس بالحاجة اللي شغال بيها أو الشعر اللي هيشتغله. فإمتى برد على الموضوع ده، أو إمتى هقول لها أنا هثبت لك، أو أنا خلاص أنا اوريدي ثبتت إن الموضوع ده لأ خطأ؟ لما بتجيلي عميلة بعد كذا شهر او بعد سنة والشعر ما شاء الله، الشعر حالته متحسنة جدا، شعرة الجذور متحسنة جدا عن الاول. طيب احنا هنتكلم بقى عن الحالة اللي قدامنا دي دلوقتي. الحالة دي جايلي بعد 6 شهور، الشعر كان متدمر فعلا، هي مش عاملة كانت بروتين ولا حاجة، بس هي كانت عروسة، كل اللي حواليها بيقولوا لها اوعي يا بنتي هتندمي. هي جاية المرة دي طبعا مبسوطة جدا، حالة الشعر المفروض كويسة جدا ما شاء الله، في تقصيفة بسيطة، التقصيفة دي قديمة من الشعر ان شاء الله، يعني كل مرة التقصيفة دي هتروح. حالة الجذور الجديدة بقى، انا لقيت الفيديو القديم بتاعها زي ما انتوا شايفين بقى كده، حالة الشعر قبل خالص ما نعمل فيه اي حاجة اللي هو كان من 6 شهور، وشفت الجذور معايا، الجذور متحسنة جدا، الجذور فيها موجة، موجة طبيعية، شعر طبيعي مموج، مش شعر شكله كأنه افريقي منتش مقصف. يعني انا تخيلت ان هي كل لما تجيلي او ده اللي احنا اتفقنا عليه، ان انتي كل لما تيجي هقصلك شوية من اطراف شعرك لحد ما الشعر يتظبط. انا بجد بعد الجلسة كمان انا ما احتجتش ان انا اقصلها من طراطيف شعرها. الشعر تقل، شايفه البيبي هير، و يعني هي جايه مبسوطه جدا، وانا والله مبسوطه جدا. واول ما شفت حاله الشعر قلت لها لا انا هعمل بقى الفيديو اللي كان نفسي اعمله، انا بشتغل في حاجه سمعتها وحشه. طبعا عملت لها المرة دي جلسة فيلر، لان الشعر ما شاء الله مش محتاج مادة بقى قوية خالص المرة دي. وعملنا ترميم للمفروض ورا، ده اللي انا متعودة دايما اعمله مع لما يجيلي اعادة جذور، ان احنا ننزل بجلسة ترميم على الشعر المفروض. الشعر بقى ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو، الشعر انسيابي وحلو جدا خلاص. هي ما تستغناش بقى عن جلسة البروتين اللي ان شاء الله سمعتها حلوة.